إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم أعزائي المشاهدين مع جديد قفة رمضان بصمة خير لشباب مسعد. تتواصل عملية المحسنين، تتواصل بالتبرع بالمواد الغذائية. الليلة أنا مع دائما مع الفارينة بفارينة 25 كيلوغرام. سنتعرف عن الجديد كذلك مع بصمة خير مع الشباب القائم على هذه العملية لرمضان 2023. جزا الله كل الخيرين المحسنين أهل البر والإحسان والذي تتواصل تبرعاتهم وتقديمها لهذه المواد الغذائية. وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، داووا مرضاكم بالصدقة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما نقص مال من صدقة. الصدقة، نعم الصدقة التي تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يتصدق عن والديه، عن مريض لديه، عن شيء يريد أن يقضيه الله له سبحانه وتعالى، فعليه أن يتصدق ويكون من المتصدقين. شحال دوك عمر شحال؟ احسب دوك زيدو 90 اخرى، بقى 90 حبه اخرى دوك هز 56 وحده مو 90 وحده اخرى. قاسم عمري تقول لهم والله جايكم وتعبان السماح. الله يخف والكم. وجدنا قهوه احسب احسب القهوه. السلام با 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 الدروب با الدروب. السلام عليكم، ربي يبارك فيكم، ربي يعينكم، يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم وفي اعمالكم ونياتكم. شكرا لك الاخ بدرو. لامودا الله يحفظكم وسلم عليه ما يسلم عليكم مسعود بن ربي يحفظه ان شاء الله. امين امين. هيا اجمع 16 جبتوا لنا 16 ولا ربي يحفظه ان شاء الله. هيا هيا صفيتين 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 طلعوا حصي صفيتين اطلع عليك اطلع يا حد الباخ يا علي لو هوجنا علي ربي يوفقك ان شاء الله. اخ علي اخ علي راك تحرش ولا نعم اشوف منين جاك بسم الله اروح اشوف الهدى وبلغ سلام للجميع. هيا عباس يا جماعه عطونا عطونا لافا زينه نهزو هذو ونزيدو نرجعو نهزو لي طاول 16 إذن المفتاح والله قام من قبيلة معايا المخبز وشريت له الدقلة والحليب. ما ين هذا اللي كان معاك؟ أنت اللي كنت معاها علي. ألو على القاسم القاسم. إذن معنا الآن الأخ قديم لامود المسعود، راني مهنيك إن شاء الله. إذن معنا الأخ قديم، أعطينا الجديد تاع قفة اليوم. حكينا قبل على الفارينة كم وصل العدد الآن، عدد اليوم والعدد الإجمالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عمار نجيب تحية الرجال وربي يعاون. ربي يحفظك إن شاء الله، ربي كثر خير وعمير. عمير بن ناجي ربي يحفظك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أمسية طيبة جدا، إن شاء الله على عرش الخير، كما كالعادة كما وعدناك رحمه الله تعالى. اللهم لك الحمد كثيرا طيبا مباركا. شبيبه الله يبارك راها ناشطه، وشبيبه راها الله يبارك معنويات راها مرتفعه ربي يبارك فيها بعد صلاح المحسنين. ما شاء الله ما شاء الله. انا رايح دوكين نزعمهم كاع واش راه صاري وحطوا معايا زين باتر. هي المحسن الاول عطانا 100 شكاره، هزينا منها 50 وقعدت 50. هاد 50 هاي جات دوكين رايحين للمدينه، 50 هاي كملت 100 صاي هاي كملت 100 دوكي انا جاي. اي معليش توعد توعد المحسن الثاني بعث لنا 40 شكاره واحده اخرى هاني دركي في الـ في الـ في الجايه دركي يروح يفرقوا ويزيدوا نهزوا. المفاجاه الاخرى قدوا نقول لكم الصباح نقول لكم دركي راه كاينه مفاجاه اخرى قدوا نقول لكم الصباح. ما شاء الله هذو الله يبارك دركي راه ما يقارب 170 شكاره ولا 180 شكاره راه عندنا دركي فارينه صغيره تاع 10 كيلو وكبيره تاع 25 كيلو. هذه راه فيما يخص الفارينه العدد الاجمالي قد العدد الاجمالي راه واحد 170 درك حاليا 170 الله يبارك اي ان شاء الله قدويه لحق 200 ان شاء الله. ربي يبارك ان شاء الله في المحسنين وربي يجازيكم كل خير. عندنا الاعزائي المشاهدين راكم تفرجوا هذا راه لايف درناه باش 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 نبينوا لكم شحال عندنا في شفرينا ومريره ان شاء الله باذن الله. الى اتصل بي المحسن قال لي بعد العشاء تلاقاو ونروحوا للحانوت الموضه الغذائيه. راه كاين محسن كاين محسن واحد اخر قلت لكم هذا اللي اتصل بيا راني رايح ان شاء الله مريره احتمال يعيط لي درك وراه يتفرج في اللايف. بعد مريره ثاني نصف حانوت واحد اخر ان شاء الله نزلوا لي كتب ربي مانيش عارف واش راه يعطينا. المهم ربي يجازيه وكثر خيره ان شاء الله. هو راه شاب من شباب مسعد اللي ديما يحفز فينا ديما يعاونوا فينا نقولوا ربي يجازيك ان شاء الله. كما نشكر الاخ صاحب نقطه البيع محمد ميمون اللي راه دار لنا اسعار خياليه اسعار خياليه يا جماعه. منقصنا واحد السومه ماهيش نورمال ربي يبارك فيها ان شاء الله. المهم العمليه راه متواصله وراه ما بقاناش راه ماكسيمو 25 يوم على رمضان رانا نسابقوا في الزمن. ماذا بيا خاوتي اللي يتبرع قايب دان يعجلها خاطرش رانا الوقت ما يكفيناش وراه عندنا ياسر ارتباطات وعندنا ياسر امور رايحين ثاني نديروها في رمضان. ندائي للمحسنين ندائي الناس اللي راه تتفرج فينا راني رايح قدوه ان شاء الله باذن الله رايح نطلق واحد المبادره مصغره اللي هي ان شاء الله رايح نلمنها 50 قف ان شاء الله. ان شاء الله هذه المبادره ان شاء الله اي واحد اللي نقصدوا اي شخص من الناس اللي راني نعني فيها ودا نقصدوا في هذه المبادره الصغيره ان شاء الله كي نروحوا ليه يلبينا طلب. هي على العموم راني نقصد قال الناس اللي شغل لاباس به كي نقول لك لاباس به مش ما نقصدكش مش نحكيك على المقاولين وذوك هذوك راهم عندهم. حنا نحكوا على الناس كيما نقولوا موظف بسيط كيما نقولوا واحد مسيسر عليه راه نقصدك نبقى فيه مصاريف خفيفه طاك 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 دايرين شكون انا حاسبينها حتى تخرجنا 50 قفه. ماذا بيا تكونون هذا اذان ساغيه وماذا بيا تعاونونا باش نغطوا اكثر عدد ممكن من العائلات. للعلم العوائل راهم بداوا يتصلوا بنا وبداوا بدينا نماركوا فيه. ماذا بكم اخوتي ماذا بكم اللي عنده عائله عارفها صح حابسه وكلش وماذا بينا هو يهنينا منها هو يكوتيزي ويشري لهم قف باش نحنا الضغط راكم تعرفوا رانا في الواجهه ورانا حاطين رواحنا في الواجهه والضغط راه علينا بقوه. كنت نحكي كما انا على الدار ولاقى كل يوم يقرب عليا 20 30 واحد معناتها حاول اللي يقصدنا في الفيسبوك عشمنا على قفه العائله ماذا بينا هو يدبرها باش نحو الضغط ونقسموا كاع الاجر. فيما يخص الوضع الغذائي المتبقي يا جماعه راه مازالتنا ياسر حوايج مازالتنا اللحظه مازالتنا القهوه مازالتنا الروز مازالنا ياسر حوايج خاوتي اللي قادر يعاوننا ما يبقاش هذو كيما اللحظه والقهوه والروز والطماطيش هذو هذو اللي راه باينين ممسوسين لاخطرش حنايا بعد قدوه ان شاء الله والله السمانه هذه شي ثاني رايح نطلق واحد المبادره ثاني واحده اخرى نطلقوها لبعض المحسنين ان شاء الله يهنونا من واحد مبادره خاصه اي مبادره خاصه باش يهنونا من واحد القطعه يهنونا كامله منها رجاء وبضياف ربي اللي قادر يعاون ما يبقناش بالنسبه لزيارتكم الثانويه الشهيد حسوني رمضان كيفاش كانت النتائج؟ دعني اقرا بعض التعليق فقط. انور عثمان ربي يعاونهم وبلغ سبابي للجميع. مسعود قال لك مسعود بن سالم راني مهنيكم من مجموعه حتى وهي قليله راها السياره في خدمتكم ان شاء الله. عمار نجيب تحيه الرجاله وربي يعاونكم. ياسين بوبكراوي بوريكتم
بوريكتو ربي يحفظك حتى شي يبقى خطوه طابيه بشر لطاقم الكواليس الشكر الخاص لطاقم الكواليس ابو زيد محمد من القاهره ربي يبارك فيكم ويعينكم النووي محمد يحيى والرجالة عبد الرحمن جعيد الله يبارك ربي يعاونكم ان شاء الله نضال هكذا هكذا يا ابطال مسعد ربي يجازيك ان شاء الله علاوه بروز سلم على المجاهدين كامل ربي يوفقكم وينه اللي قال مسعد ما فيهاش الرجاله ربي يعينكم طاهيري طاهر ربي يوفقكم ان شاء الله ويحفظكم كاين عزوج راحت لها دراهم في السوق بالضبط في الشعبه اللي لقاها يبعثها هذا راه نداء هذا نداء للجماعه اللي لقى دراهم في الشعبه راه مولاتها عزوج ربي يجازيكم خير ان شاء الله ابراهيم قريري جعلكم الله مفاتيح الخير مغاليق للشر بن الشريك حسين ربي يبارك فيهم ويحفظهم ويجعلها في ميزان حسناتهم ربي يبارك فيكم جميعا تحياتي من الجلفة نضال نضال حبيبي ربي يحفظكم باكريا عمر عامر من بويبلا ربي يحفظكم رجال ياه رجال ياه رجال ياه رجال ياه رجال ياه اذا كيفاش كانت العائدات تاع الشهيد حسوني رمضان ثانوي في عقد الامر الله يبارك الله فيه والله يبارك الله فيه الطاقم الاداري النهار اللي حبسنا السياره نلقاهم كاع مستفين يستناو فينا استقبلونا الله يبارك نشكر الشيخ ساسي ربي يبارك فيه الشيخ سلامات خيزور كامل الطاقم الاداري ما شاء الله استقبلونا وعاونونا وحفزونا حتى انهم عاونونا داخل المؤسسه ودخلوا للتلاميذ ووصاهم باللي يجيبوا والتلاميذ والطالبات والطلاب الله يبارك ربي يجازيهم ربي ينجحهم ان شاء الله وربي يوفقهم ان شاء الله اخجلونا بكرمهم الله يبارك الكروسه ما هزتش والله الكروسه ما هزتش ربي يجازيهم ان شاء الله ان شاء الله العقوبه للطاقم الاداري تاع ثانويه المتبقيه ان شاء الله كاع راهم كيما حتى راهم اتصلوا بنا كثر خير ان شاء الله كيما مصطفى بن بولعيد اتصلوا بنا الطاقم الاداري من قناه زياني عاشور ما شاء الله حاشي عبد الرحمن خيضر بن هدى ربي يبارك فيه كان رانا واجدين حي دمت ساسي خو ساسي تاع حسوني رمضان ثاني ما شاء الله ديما يوجدنا الفطور ديما يشجع فينا ربي يبارك فيه رزازكا حركاتي ربي يبارك فيهم ثاني راهم اتصلوا بنا معناتها راه الاستجابه كاينه علاه الحمد لله النوايا طيبه ربي سبحانه هو اللي سخر احنا سخرنا وهما سخر علينا كون جات مش نوايا طيبه ربي ما سخرناش بعضنا والحمد لله الذي ساعة زينه هذا راه لايف فيما يخص الفارينا راه ما شاء الله راه تقريبا 200 قدوه ان شاء الله باذن الله 200 خيشه تلحقنا ان شاء الله. هناك بعض الجديد في التعليق اولا طارق حمروش عايش بدعاوي لميمه او زعيم هذاك تحيه قديس احسن ما انجبت مثل الله يعزك ان شاء الله ربي ان شاء الله يكمل لك ان شاء الله الاخر معاه ويحفظ بيا معاه بارك الله فيكم صح شكرا طارق حمرش ربي يكون في عونكم الشباب الزينين ديلار وقديس يعطيكم الصحه اللهم رانا هنا رانا هنا شكرا لك ربي بن يحيى بن فتاش الله يبارك ميلود قراب يا زعيم خلاص ربي يحفظ ولادنا الله يحفظك شر جموعي خليلي حفيفه او زوج معقب بهم شعبان ربي يستاهل كل خير ربي يحفظك عامر شيبوط وراكم او زعيم رانا جايين عامر قول ساكن مسام المقرب راني عارف كي يجيب لنا القهوه والصوره ربي يحفظك يا عامر ربي يجازيك شر ديما راه ديما يجينا صباح علاوه قروز سلم على المجاهدين خلاص طاهر الطاهر ابراهيم بن الشريك حسين نضال اذا عباس ربي يبارك في الرجاله الزينه كبرياء فتاه عظيمه الله يبارك ان شاء الله ربي يحفظك ممكن اتصالكم بالثانويات هناك رساله اخرى يجب ان نبعث بها للطواقم التربويه في المؤسسات مش غير المؤسسات التربويه حتى المؤسسات الاخرى الموجوده على تراب مسعد باش يوقفوا وقفه ولفته طيبه منهم ان شاء الله يكونوا ثاني في الموعد. امين. كنتم اتصلتم بهم وعدتوهم الطواقم التربويه. ايه كما تركي المؤسسات الاقتصاديه كما الاتصالات الجزائر كاين الاخ عميره بن ناجي قال لي هني كمان ان شاء الله ورايحين نكوتيزو مع بعضنا نجيبو لكم اللي كتب ربي ربي يحفظو ان شاء الله كما الكازورال ثاني رانا رايحين نكوتيزوهم كما عبد القادر ناجي عبد القادر ناجي كادي ربي وثاني مدير تاعو رائد نوري ربي يجازيه
كل قفة يعاوننا، حتى راني بالك انت وياك على تقول فيها كل قفة يعاوننا وكل قفة يوقف معنا ربي يجازيه. يا خويا انا فيا طبيعه كي دير فيا الخير راني نذكر ونقول نقول لك الخير وربي يحفظك، معناتها راه كاينه الاستجابه شر. لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، لا يشكر الناس. يا جماعه الاصدقاء تاع الفيسبوك رانا رانا كيما قلت لكم قبيل رانا في سباق مع الزمن، اللي يعاوننا بحاجه يسرع لنا، خاطرش راه رمضان 20 يوم راه ما تكفيناش، وراه العوير راه ملي يتصلوا فينا راهم في قوه بقوه، معناتها رانا نحاولوا نغطوا اكثر عدد ممكن، واللي لحقناه ربي يبارك له، اللي ما لحقناش يسمعنا، واللي قادر قادر معناتها يعاوننا بدعاء، قادر يعاوننا ماديا معنويا، قادر يعاوننا يقدم لنا الاضافه في التعليق مرحبا به. حتى الكلمه الطيبه ثاني قل خيرا او اسمت، بارك الله فيك. الكلمه الطيبه ثاني لها معنى ولها دور. سفير السلام، يا ودي الشبيبه يفاجئوا الخاطر، ربي يحفظهم خير. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظ صلاح خويا. ابراهيم ابراهيم ابراهيم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وسدد خطاكم وفتح لكم ابواب الجنه دخلتم منها حيث ما شئتم. شكرا لك، لا يحرم من هموم ان شاء الله. علي عبد الباقي، يا قديم القفه نتاع القاسم دير فيها بول بول الحب وكريف، كله الحب وكريف بولاك ولحم الغروف ان شاء الله. يا ربي ربي راه ما خل بنت عمك وموش متالي فيه ربي يحفظ ان شاء الله. راه قاعد مع المشكل، راه قاعد مع علي وعبنا من ربي يحفظ ان شاء الله. تعطيش الاسلام قول له علي وقول له ثاني رانا ان شاء الله رانا الماتش الجاي تاع الاربيه من هنايا رانا رايحين نقصدوا الجمهور، قادرين نقصدوا الجمهور ونقصدوا لي جوار تاعك صح باش توجدوا ارواحكم صح وكلش وربي يجازيكم ان شاء الله. فكره فكره. حسيني اسماعيل ربي يعاونكم خاوتي، اللهم امين ربي يحفظك اسماعيل. علي خليفه ربي يبارك فيكم وربي يكون في عونكم. زعيم علي راه قال لي عاد السياره نوفى راكم، ربي يحفظه ان شاء الله كثر خير ان شاء الله. الله اي قادر قادر. نذير ميمو نذير نذير ميمو زعيم ربي يحفظكم. الله يحفظك ان شاء الله. عبده قبله رجاله زينه تستاهل كل خير. وعبده قبله تاع الملحقه ربي يجازيه ان شاء الله كثر خيره، وراه كله ثاني راك مجاهد. قراش الاستاذ قراش علي إمام وفقكم الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم صدقت. زعيم الشيخ علي. أحمد أحمد رحماني ربي يعاونكم الشبيبة الزينة. ناد جيمي ربي يعينكم. بن السعيد محمد تحياتي حبيبي قديم، تحياتي الشبيبة ورانا هنا ربي يعاونكم إن شاء الله. أبو رائد قديم راجل ذو أخلاق وربي يعطيك ما تتمنى. أبو رائد ربي يحفظ إن شاء الله. الحاج الحاج محمدي جزاكم الله خيرا. أبو رائد رجال ربي يعينهم. سعودي بالخير ياسر سعودي ربي يكون في عونكم. والخبز الشيخ سعودي نوجه له شكر. السعودي بالخير أحد شبيبة تاع صدرها ربي يجازيه إن شاء الله. مول الخبز ومول الخير ومول المعروف كل الله يبارك، كل الصفات الحسنة راها فيها إن شاء الله. ربي يعطيه ما يتمنى. آمين يا رب. ربي يعطيه ما يتمنى ان شاء الله. ان شاء الله فطارته جديد ان شاء الله. ميلود قراب يا ودي زعيم. الله زعيم ميلود ان شاء الله. صح الله يهنيه ان شاء الله. ميلود الله يفرج عليك وربي يحفظك ان شاء الله. امين. الحمد لله. بالنسبه استاذ بالنسبه للناس بالك راه بالك مش عاجبك فكره اننا نديروا لايفات واننا نديروا مبادرات وامور، بالعكس هذه راه تفتخر بها. رانا شفنا في عده ولايات منهم هنا كما البريده كما المديه كما المسيله، شفناهم حتى يدخلوا للعوائل يصوروا فيهم. حنا ما نصوروش العوائل، حنا كرامه المواطن المسعدي تسوى الدنيا وما فيه. حنا ما عندناش بار نصور عائله ونقول لكم هذه العائله فلان بالفلان راه محتاج، لا لا انا عندي كرامته تسوى الدنيا. انا كي نعود نصور 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 الشبيبه اللي راها ناشطه، نحفز نحفز باقي شباب مسعد باه يسعوا ويديروا مبادرات. وراكم شفتوها 6 سنين ولا 7 في العمل الخيري راه الله يبارك عاد ياسر شبيبه تنشط ودير في الخير. هذه مش نعمه، هذه نعمه الحمد لله. ما نصوروا في محسن، ما نصوروا في محتاج، ما نروحوا لواحد ندوا له قفوه نبداو نصوروا فيه ونقولوا له فلان رانا عطيناك وكذا، لا لا هذه ما نديروهاش. حنا الناس اللي راه بالك دايرتنا نديروها، حنا ما نديروهاش مستحيل. مستحيل باش ندي حاجه ولا ندي قفه الزوالي ونصوروهم كم فلان، مستحيل هذه، احنا ما تربيناش عليه. تحيات الحاج درباك ربي يحفظك. العشرة الحاج وين جاته العشرة؟ قالوا العشرة. ولا تاع 10 ما هوش 10 ها واحد يماركي استاذ واحد يماركي كل ماتش هذا يا ولدي هذا وقت قالوا 10 تورطوا فيها قالوا 10 ربي يحفظك ان شاء الله. موسى نور الدين مختار بن زرقيين ميلودي خويا ربي يحفظكم ويبارك فيكم. الله الزعيم
ربي يبارك فيك، تحياتنا لك وحشة. مختار بن زرقين بارك الله فيكم. نور الدين الشيخ مختار استاذنا نور الدين دا الله يبارك. داشت موسى جودي ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. موسى جودي امين 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 امين. قراش الاستاذ قراش علي ارجو ان يكون تنسيق بين جمعيه كاف اليتيم عند الشيخ معمر، عنده احصاء دقيق للارامل والايتام ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نتصلوا به يعطينا القائمه ولا نعطوا روحنا القائمه باش نعطوا روحنا ما يعطيناش. عبود عبود ربي ربي يكون ربي يعاونكم سي قديم الله يحفظك ان شاء الله. الحاج محمدي جزاكم الله خيرا الله يعطيك ان شاء الله. نسال الله العافيه. تكمل كمل يا شيخ. للعلم اعزائي المشاهدين للعلم النوعية تاع الفرينة راه من أحسن أنواع جودة. أنا ماناش نديرو في مواد غذائية وخلاص، رانا نديرو في نوعية زينة باش حفاظا على كرامة المواطن. رانا كي نديرو نوعية رانا نديروها زينة، ما نديروش حاجة وخلاص. هاي النوعية المخيرة، النوعية المخيرة تاع الفرينة وتاع المواد الغذائية. حنا رانا شاتي نديرو أفة محترمة كاملة متكاملة إن شاء الله. هذه اللي راني قادر نقولها لكم يا خاوتي، راه الوقت ما بينهمش بيدينا، عاونونا مازلنا رانا نحتاجو، خاصة المستلزمات المواد الغذائية كيما الحليب والقهوة والزيت. الزيت هاو بالك ما عندكمش، حنا رانا رايحين إن شاء الله نديرو اتصالاتنا ونجيبو كونتيتي ديريكت، خاطر راه واحد قال إن شاء الله نهنيكم ونهنيكم أننا نسعاكم باش تجيبو كونتيتي. إن شاء الله رانا ماناش محبسين نقول قدوة رمضان ان شاء الله. نداء للمحسنين كاملين، راني ديما راني نوجه في النداء وراني ظنهار تصمت عليكم باللايف. اسمحوا لي بالك كاين اللي ما يهتيش لايف، انا ظنهار تصمت عليكم حاجه الحمد لله، حاجه تاع خير، حاجه راني شتي نعمركم وجوك يا جماعه. والله الوليات منهم انا غينز، والله غينز شبيبه باللايف بالكذا مسخرين لهم سيارات. انا اليوم نكري في كاروس، والله راني في يومين ولا ثلاثه سالاش نكري في كاروس، نعطيهم في 100 120 الف يبدا يدور بي. اللي عنده سياره يسخرها لنا، اللي قادر يسخر، اللي قادر اي واحد يسخر. موطو موطو نحتاجوه، جاونا نهارات القصاصات نخدموا فيهم موطو ما عندناش اكثر، موطو ما كانش صغيره كبير. المهم هز 90 شكاره 91 شكاره، هز 91 شكاره درك يا وجا الهربين راهم جاو شبيبه ربي يجازيهم ان شاء الله. رايحين نزيدوا 90 شكاره فرينه تاع 10 كيلو فيها زوج محسنين، فيها المحسن الاول تاع جفه وفيها محسن ان شاء الله ساهمنا ساهم معنا ربي يجازيكم كثر خير. محسوبه هذه ورانا نزيد 90 شكاره شبع عندها 10 كيلو. اه محسوبه ولا محسوب؟ هذا نزيد 90 مرات الله يبارك ربي يحفظكم ويعاونكم ان شاء الله. زوج تحياتي 9 10 11 واحد زوج ثلاثة 33 33 33 هذه راه 99 ساعدنا احنا عندنا واحد 90 احنا 90 اي 91 خلوا له 8 خلاص 99 خلوا له 8 Thank you.
تتصور ثاني تتصور ثاني لاباس هاك هنا استاذ راح نبه زي ما شايف راح نبه في حاجه تعبنا وامورنا والجهد تاعنا راه صدقه على عائله بن شقلين المختار رحمه الله يرحمه ان شاء الله يرحمه نعاودها تعبنا وجهد المجموعه والتعب والجري وكذا راه صدقه على عائله بن شقلين المختار رحمه الله هذه الشاحنة اللي توفر ندعو لصاحب الشاحنة ربي يجزيه خير إن شاء الله وربي يبارك فيه يبارك في الشاحنة نتاعو وفي أهله إن شاء الله وربي يقضي ما في باله ويعطيه ما يتمنى نتابعونا دائما مع الجديد مع بصمة خير نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.